عبر الهاتف للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور علي قطب أستاذ المناخ. دكتور علي، برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز إلى هذه التغطية. يعني بداية عايزة أعرف رؤية حضرتك ورأيك فيما يحدث، يعني واشنطن تتعرض لعواصف، كاليفورنيا حرائق، بعض البلدان فرضت حالة التأهب، بالطبع في تأثير بشكل مباشر من التغيرات المناخية على الكهرباء في مختلف دول العالم. رؤية حضرتك لما يحدث وماذا سيحدث في الأيام المقبلة يا دكتور؟ والله يا أستاذة أنا رؤيتي ده طبيعي جدا اللي بيحدث، ولم أفاجأ بيه ولن أفاجأ بيه، ومتوقع أكثر من ذلك، لأن الطبيعي أن التطرف المناخي ناتج عن نشاط بشري، وبالتالي التطرف المناخي سببه التغير، وسبب التغير هو ظاهرة الاحتباس الحراري. والتغير يعني عنف الظواهر الجوية. يعني ايه عنف الظواهر الجوية؟ يعني الموجات الحرارية ستكون موجات حرارية شديدة وطويلة المدة الزمنية. هذا له تأثير سلبي على كافة محاور الحياة الصحية والزراعية والري والبيئة والاقتصاد، وفي النهاية كله بيصب في حياة الإنسان. ليه؟ لأن ارتفاع درجات الحرارة المتطرف يتسبب في أمراض، ويتسبب في ضربات شمس، ويتسبب في إجهاد حراري، ويتسبب في عدم إنتاجية في العمل، ويتسبب في يعني اقتصاد ضار. ويتحول هذا التطرف في درجات الحرارة بالنسبة للمسطحات المائية في زيادة عمليات البخر وكميات كبيرة من الهواء الساخن يتصاعد إلى طبقات الغلاف الجوي القريبة، وسرعان ما تتكون سحب، والسحب أنواع مختلفة. أشد وأخطر هذه الأنواع السحب هي السحب الركامية الرعدية التي تتكون فوق البحار والمحيطات الكبيرة، ووجود منخفض جوي متعمق في سطح البحر والمحيط يؤدي إلى تكون إعصار، والأعاصير تعني كوارث كبيرة، دمار تخلف وراءها رياح عاتية تضرب المدن الساحلية، ترفع الأمواج لأكثر من 10 أمتار وتغرق المدن الساحلية، تتسبب في فيضانات عندما تصل إلى الشاطئ، تتسبب في وفيات، سواء كان ارتفاع درجات الحرارة من خلال موجات الشديد الحرارة تؤدي إلى وفيات، وسواء كانت فيضانات فإنها تؤدي إلى وفيات، وسواء غير ذلك وتصحر يؤدي إلى جوع ووفيات كبيرة تحدث في العالم. تفضلي. طيب دكتور علي، حضرتك قلت ان حضرتك مش متفاجئ لان دي بسبب تحركات بشرية، دعنا نقول ماذا يمتلك العالم الان او البشر الان عشان يستطيعوا كبح جماح التطرف المناخي على حد وصف حضرتك؟ التطرف المناخي لا يستطيع احد مواجهته، ولكن احنا بنقلل من مدى تأثيره من كوارث طبيعية، بنسميها كوارث طبيعية. يعني هناك ممكن تحدث أمطار وأمطار غزيرة، ولكن تحدث في موسم الأمطار وتحدث في فترات زمنية قصيرة، لكنها عندما تحدث في فترات زمنية قصيرة وبعنف تبقى مشكلة. طيب العالم يستطيع يعمل إيه؟ هو حل وحيد للدول الصناعية الكبرى. هذه حلول اللي احنا بنحلها مش احنا كمصر بس، الدول الإقليمية النامية، حلول إقليمية بسيطة لا تمثل أكثر من 5% من هذه الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية. ليه؟ لأن 95% اللي بيتسبب في هذه الكوارث هم الدول الصناعية الكبرى. صحيح. هم اللي بيدربوا ويعملوا تدريبات واستحداث لأنظمة، هذه الأنظمة تؤدي إلى كوارث في الغلاف الجوي. صحيح. وتؤدي إلى كوارث على سطح الكرة الأرضية، سواء كانت حروب، سواء كان الإفراط في استخدام طاقة الوقود الأحفوري، سواء كانت الإفراط في التجارب النووية والكيميائية، سواء كان الإفراط في كل ما هو موجود على سطح الكرة الأرضية من استخدامات. صحيح. الوسطية شيء مهم جدا. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور علي قطب أستاذ المناخ، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.